مساء الخير. اتمنى ان انتوا كنتوا تبقوا معانا هنا، بس لسه ما ينفعش، بس الوقت اللي جاي باذن يسوع ترجعوا تاني ونبقى كلنا مع بعض بنسبح ربنا. عايز اشجعك الوقت ده بعد اذنك اقفل موبايلك وانت قاعد في البيت، لو بتتفرج معانا من التلفزيون اقفل موبايلك وهات كتابك المقدس وتعالوا كده نقعد مع بعض قدام الرب. هات كتابك المقدس وافتحه على مزمور 54 وتعالوا نصلي سوا مع بعض. ما تقراش من الموبايل علشان ما يجيلكش كل شويه نوتيفيكيشن ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. خلينا نفصل الساعتين دول ونقعد قدام الرب. تعالوا نقرا مع بعض مزمور 54. مزمور 54 بيقول هذه الكلمات: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، اصغى إلى كلام فمي، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم. قول معايا: هو ذا الله معينا لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي بحقق إفنهم، أذبح لك منتدبا، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني. تعالوا نقولوا مع بعض تاني، تعالوا نقولوا مع بعض تاني. لو انت في بيتك رددوا معايا تاني وانت ماسك الكتاب المقدس واحنا بنقول كده: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، اصغى الى كلام فمي، لان غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله امامهم. هو ذا الله معينا لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي بحقق إفنهم، أذبح لك منتدبا، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني. هللويا. غمض عينك وصلي معي، غمض عينك وتعالوا، تعالوا كذا نمجده، تعالوا نعطيه المجد، تعالوا نقول له: مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة والعز والسجود. وهذا الله معينا لي، الرب بين عاضدي نفسي، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني. هاليلويا هاليلويا. اطلب كده من الرب ان الوقت ده يكون وقت حضور من عنده، وقت يحصرك فيه بروحه القدوس وتمتلي بروحه القدوس، وقت فيه يتكلم لينا، وقت فيه نشوفه، وقت فيه نتقابل معاه، وقت فيه كعيلة كبيت كأفراد كأسر نرجع فيه إلى الرب ونقول: هو ذا الله معينا لي، الرب بين عاضدي نفسي. مبارك اسمك. مستحق كل المجد يسوع، مستحق كل المجد يسوع، كل روح تسجد لي واللسان يعترف بي. مستحق كل المجد يا يسوع. قولها تاني النهاردة من قلبك: مستحق، مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بي. مستحق كل المجد يا يسوع. يلا قول معايا من كل قلبك: لما نيجي، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. يلا قول معايا بكل سلطان: كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. يلا اطلبها من قلبك، قول له: خلي حضورك، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، خلي حضورك يملى علينا.
تتغير وعنينا تسوم مجدك بوجه مكسور. خلى حضورك يملى عنينا. يلا اطلبها من قلبك معايا كده انت وكل بيتك. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. نتغير وعنينا تشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. تعالى يا رب خلي حضورك يملى عنينا. تعالى بروحك القدوس ترفرف على قلوبنا وافكارنا واذهاننا وبيوتنا يا سيد الرب. تعالى رفرف على كل خراب فينا وقول يكن نور فيكون نور في اسم الرب يسوع. هو ذا الله معينا لي الرب بين عاضدي نفسي. احمد اسمك يا رب لانه صالح، لانه من كل ضيق نجاني. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسنانهم. ان فلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب صانع السماوات والأرض. أشكرك يا سيد رب لأنه لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الأبد. هاليلويا، مبارك اسمك. بمراحم الرب أغني عن حقه أخبر فاني. أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. يلا قول من قلبك معايا. بمراحم الرب عن حقه يخبر فاني. أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. يلا قول معايا بكل إيمان. له ذراع القدرة لي، له يمين العزة لي. اسمه رب أعطاني الحرية. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فاني.
سيدي ولا في زيك إله. أقضي حياتي بسجد لي أنت العالي والمطلع. ما فيش زي عمل إيديك ولا في زيك إله. أقضي حياتي بسجد لي أنت العالي. لك نحتفل بك لك صياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك نحتفل بك أنت فرحاتنا بالحمد نبدأ بك. لك نرفع ذبيحة الحمد نسبحك. هللويا أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرورنا. نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. تغمر بمجدك. يلا قول معايا عشتنا بك يا إلهنا. نبهك نورك نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. عيون النور ملا عيني جماله وبهاء اللي كان مصدور. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور. يلا قول بإيمان معايا ملا عيني جماله وبهاء اللي كان مصدور. وسمعت قلبي لما لساني ما قالش كلام. وبعدها انفتحت في كل كياني ولاد المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي.
الصباوت ملك الملوك. السماء والأرض بتعظم دم الذبيح. المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي وديان عظامك روحة عند القدام. العدو قد تم خراه وبيته مهدوم والرب الجالس فوق عرشه جعله حضور. لو ضعيف قول معايا وعديم القوة بقى قادر بالصليب يسوع. يلا قول معايا بإيمان هعمل عمل سيدي الغالي وأعدي سرود. ارفع قلبك معايا، ارفع ايدك معايا وارفع قلبك وارفع ايدك وانت ببيتك. قولهم صدق ان الضعيف يصبح بطل. انا ضعيف جدا، انا الضعيف يا رب، انا الضعيف من النهاردة جاي اقولك انه في محضرك اصبح ضعفي قوة، لأنه لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود. ارسل روحك فينا، ارسل روحك في قلوبنا يشددنا، يشددنا ويعلن عنك. خلينا بصين عليك وناظرين إليك. أنت وحدك ملك الملوك ورب الأرباب، أنت وحدك فوق كل قوة ورياسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. اسمع منه النهاردة وهو بيقول لك مالك ها هنا يا إيليا، مالك ها هنا يا إيليا. قوم، كل لسه المشوار طويل، قوم قوم، كل أنا لسه سندك، أنا لسه معاك، أنا لسه ماسك بإيدك. هاليلويا هاليلويا. ما أمجد اسمك في كل الأرض، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات مجد وبهاء قدامك، العزة والجلال في مقدسك. مبارك اسمك يا سيد الرب، مبارك اسمك يا سيد الرب. صلي صلي صلي، خد دقيقتين دول صلي 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 مع اللي بيتك، صلي 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 واطلبه، صلي واتكلم اليه انه يسمع الصلاة، يسمع التضرعات. اللي انت حاسه بعيد جنبك، اللي انت حاسه بعيد هو فيك بروحه، اللي انت حاسه مش موجود هو اقرب واحد ليك دلوقتي. اتكلم اليه، اتكلم اليه، اتكلم اليه، اتكلم معايا. خد الوقت ده صلي بيه، صلي 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 صلي. امسك ببيتك وصلي، امسك بإخواتك وصلي. مبارك اسمك يا رب. هللويا 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 هللويا. نعلن مجدك ونعلن سلطانك، نعلن حضورك، نعلن شفائك، نعلن قدرتك، نعلن ملكك وسيادتك. أنت سيد الأسياد، أنت رب الأرباب، أنت هو عمانوئيل. الله معنا، أشكرك لأنك أنت معنا. أيوة كده نقول مع حبقوك، فمعناه لا يزهر تين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون. الحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم الحظيرة ولا بقرا في المزاود. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. هاليلويا هاليلويا. شعبك يعلن بك إيمانه
ويتمسك بوعودك. انت راعينا وكل ما لينا وبتغمرنا بجودك. شعبك يعلم بإيمانه يتمسك بوعودك. انت راعينا وكل ما لينا وبتغمرنا. يلا قول خير. احنا متشجعين جدا النهاردة ان احنا واقفين قدام ربنا مع حضراتكم في البيوت كلها. احنا جسد واحد مع بعضينا، يمكن كل واحد في بيته لوحده بس الروح القدس مجمعنا مع بعض. احنا جسد واحد. بس نفسي قبل النهاردة ما نسمع كلمة ربنا مع دكتور شادي جورج، احنا مش بس جسد واحد في مصر، انما احنا كنيسة قصر الدبارة احنا بقالنا سنين، يمكن من سنة 2008 بنصلي مع شبكة من كنائس في العالم كلها. الشبكة دي اسمها JKPN Global Kingdomship Partner Network، يعني الشبكة اللي هي ملكوت ربنا، ملكوت ربنا والشراكة ما بين كنائس كتيرة قوي حول العالم، كنائس من آسيا ومن أوروبا، من أفريقيا، من أمريكا الشمالية، من أمريكا الجنوبية، بتطلب وجه ربنا وعاوز أن ربنا فعلا يعمل عمل حقيقي في كوكب الكرة الأرضية. وإحنا كل سنة يمكن الشبكة دي بنجتمع، الكنائس دي كلها أسس الكنائس دول بيجتمعوا بيصلوا مع بعض. والشبكة دي قررت أنه النهاردة بالذات يوم الحد هترفع صلوات من كل كنيسة في العالم في القارات دي كلها، أن إحنا نتحد مع بعض نطلب وجه الرب. فمش بس وإنت قاعد في بيتك أنت متحد مع أخوك اللي كنت بتحضر معاه في الكنيسة، لا، إحنا النهاردة متحدين مع ناس كتيرة قوي في العالم في كل القارات اللي أنا قلت عنها دي، وعاوزين نطلب وجه ربنا. فنفسي قبل ما نخلص وقت التسبيح والصلاة بتاعنا كده نتحد مع الكنائس اللي حوالين العالم بتصلي من أجل الأيام الخاصة قوي اللي احنا فيها دي، ان ربنا فعلا يجي يلمس كوكب الكرة الأرضية لمسة خاصة جدا جدا جدا، يملانا بسلامه، يملانا بشفائه وحمايته، بس كمان يملانا بروح القدس ويملانا بيه، يملى عينينا بيه، وان كوكب الكرة الأرضية فعلا يرى مجد الرب، ان فعلا عينينا تشوف مجد ربنا. غمض عينك كده وانت في البيت واطلب وجه الرب، قول له يا رب احنا بنطلبك في الأيام الخاصة دي، أيام يمكن فيها قلق وخوف، فبنصلي انه سلامك يجي يملأ قلوبنا وأفكارنا بالمسيح يسوع. يا رب بنصلي انه سلامك يملأ قلوبنا احنا شخصيا، احنا شعبك يا رب تعلم لنا بسلامك، لانه ده حقنا، ده الحق اللي لينا عندك.
وبنطلب كمان سلامك يا رب من أجل كل شخص يمكن بعيد عنك. تعال يا رب وافتح عينيه، وافتح عينين أي شخص يمكن في خصام معاك. احنا بنصلي انك ترسل روحك القدس فعلا يلمس القلوب، يغيرها، يلمس العيون، يلمس الأذهان، يجددها يا رب. بنصلي كمان من أجل حمايتك، بنصلي من أجل شفائك. إنما يا رب فعلا الكلمات اللي كنا بنقولها دي من شوية، عمانوئيل عمانوئيل الله معنا، يا رب بنصلي من أجل حضورك معنا في الأيام دي، بنصلي من أجل حضورك العجيب. هو سر السلام، هو سر القوة، هو سر النصرة، هو سر الفرح في وسط ضيق. يا رب احنا جايين بنتوب قدامك كشعبك وكأمة وكعالم بحاله، يا رب بنتوب قدامك ان احنا رفضناك، بنتوب قدامك يا رب ان احنا مش متصالحين معاك يا رب، كأن كوكب الكرة الأرضية كده في خصام شديد معاك، واحنا بنصلي انه العينين تتفتح والناس تشوف يسوع المسيح اللي بيصالح، اللي بيصالح كوكب الكرة الأرضية معاك يا رب. يا رب احنا جايين بندعوك تعال في وسطينا باسم يسوع. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك تعالى وهدي الحيارة واللي تايه في الضلال، عشماني زورنا زيارة ليلة ما تفطر عالبال، حط ايدك علينا صالحنا يا مدينة، مع الله وخلينا في سلام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك ياللي وعدت انك تدينا اللي عندك من سلام. العواص هيجي علينا نسينا البر الأمان، ناس كتير تعبانين في المعارض متوجعين، بتقول هو الرب في الآلام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك الشعوب بالحرب عالي زمن قلي في الأمان، والحروب حوالينا سالم فوضى فيك. يلا قول معايا من كل قلب، افرح عنا كل خوف، طمنا عايزين نشوف شخصك في كل الظروف يا حنان. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك. أمين. إيه الترنيمة الحلوة دي يا ريمون، ترنيمة جميلة، نفسي إن احنا نقولها كتير الأيام دي فعلا، إن احنا نبص على رئيس السلام ونختبر السلام الحقيقي، من غيره مش هنعرف نختبر السلام. انا عندي بس شويه اعلانات مهمه قبل ما نسمع كلمه ربنا. احنا الكنيسه بتعمل اجتماعات اونلاين بس، يعني اجتماعات اونلاين يعني فريق التسبيح بيجي وفريق الميديا بيجوا وبننقل لكم الاجتماع ده عبر الشاشات وعبر الانترنت. احنا فعلا الكنيسه بتترجاكم انه فعلا نقعد في بيوتنا في الايام دي حفاظا على سلامتنا وحفاظا على صحتنا، وكل حاجة فعلا تقدر مش بس تستمتع بيها انما تقدر فعلا تتحد مع اخوك من خلال ان انت قاعد في البيت وعمال تصلي. اشجعك واكرر التنبيه مرة تانية اللي اخونا ريمون قاله، ان موبايلك ده فعلا احسن حاجة تعملها فيه
تبعده عنك خالص دلوقتي، يعني روح حطه في حتة كده وحاول تنسى الحتة دي. ممكن تديه لابنك أو بنتك وتقول له ما تدينيش الموبايل ده لمدة الساعتين الجايين علشان تعرف تستمتع بالاجتماع ده. التسبيح أونلاين، الوعظة أونلاين، حتى العطاء أونلاين، يعني اللي عاوز يدي عطاء هتلاقي أرقام على الشاشة، أي حتى المشورة أونلاين. يعني أنا كان عندي أعداد مشورة النهاردة ما عملتهاش مع الناس وجها لوجه، كلمتهم على التليفون واعتقد ان هي مشيت كويس، اتوقع يعني ان هي مشوره مشيت كويس. فكل حاجه فعلا نفسنا ان احنا نعملها نقلل تحركاتنا على الاخر ونخضع للسلطات عشان نحمي بعض. انا متحمس جدا دكتور شادي النهارده هيكلمنا بكلمه ربنا. دكتور شادي هكون انا اللي قدامك النهارده، بس في ملايين ورا الشاشه عاوزه تسمع كلمه ربنا، فخلينا نصلي له ان ربنا يديله كلمه حيه وفعاله وقويه تنقلنا لنا في اسم يسوع. اتفضل يا دكتور. يبدو ان الزمن لاسترداد معاني كثيره احنا فقدناها بما تعودنا عليه، فقدنا حاجات كثيره. من ضمن المواعيد اللي احنا كنا بنرنم ليها ان مواعيد الرب كان بيقول، قال كده عن اقل مجموعه، اقل عدد يعمل مجموعه، قال حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. حيثما يعني في أي مكان، أقل عدد اثنين أو ثلاثة. علشان كده في تصوري أن احنا عددنا أقل، لكن الحضور الإلهي، لأنه ده على حسب وعده مش على حسب أمانتنا، الحضور الإلهي إن هو قال أنا هكون في وسطهم. ده اللي بيحصل معك في البيت الآن، إذا كنت أنت فعلا في اشتياق للحضور الإلهي في بيتك فعلا، ومركز كده أنت ومراتك وأولادك ولممهم في الوقت ده، الوقت الصعب اللي أجبرنا فيه على أن احنا نفهم ويمكن نختبر حاجات احنا نسيناها مع الزمن. الرب قريب قوي من الانسان. في حوار الرب يسوع مع المرأة السامرية قال لها كلمة جميلة، قال لها الله روح. يعني ايه روح؟ يعني ما يتزنقش في مكان، ما يتحبسش في مكان. الله روح لا يحد مكان ولا زمان ولا اي اتجاه. مش لازم القضية تبقى فيها اتجاهات أو فيها زنقة في مكان علشان تحس بالحضور الإلهي. الله روح. أتمنى من كل قلبي أن الناس اللي النهاردة مضطرة تقعد مع بعض، بس تركز النهاردة فعلا، تقفل الموبايلات، تاخد وضع كده الاستحضار الذهني، لأنه عاوز يسمع وعاوز يعيش مع إلهه الكم دقيقة الجايين. بالنسبة لي كمواطن، أنا مواطن بعيش تحت القانون، أنا ما بخرجش من البيت، ملتزم جدا جدا جدا، بنحاول نطهر بيتنا باستمرار، كل بغسل إيديا كتير، بيتغسل إيديا كتير وبغسل إيديا 20 ثانية، واتعلمت إزاي حكاية 20 ثانية من تعليمات الأسيس عزيز، قال إزاي تعرف أنك أنت بتغسل إيدك لمدة 20 ثانية. فأنا من الناس المقدر لخطورة الموقف، ومش بستهين بالأمر على الإطلاق. يمكن الكلام الناس تفتكر شوية فيه نوع من هو فعلا لازم يكون فيه رجاء وأمل، لكن مقدرين الخطورة، متألمين مع الناس المتألمة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين كما علمنا السيد. فإحنا يعني عايشين نفس المناخ، لكن في نفس الوقت عندنا كلمة الله اللي احنا هنتكل عليها، واللي مع بعض هنحاول نشوف جزء منها. بس أنا الحقيقة قبل ما أتكلم عندي ملحوظتين على قصة اللي احنا فيه ده، حكاية كورونا، الفيروس بتاع كورونا. قصة واقعية حصلت من فترة، لكنها تتطابق مع اللي احنا يعني مع اللي احنا عايشينه، وايضا تعليق عن الخوف قبل ما ابتدي في كلمة الله. القصة الحقيقية دي حصلت في من فترة كده، يعني كابل، يعني اب وام جالهم طفل، اتولد لهم طفل، وبعد فترة قصيرة جدا ادركوا انه مش بيشوف. ولما راحوا للدكاترة اكدوا لهم الدكاترة ان الطفل مش بيشوف. وطبعا بعد الأزمة اللي عدوها، في الصدمة اللي استقبلوها، فكروا يعيشوا ازاي مع الولد ده. فقرروا انهم يعملوا يعيشوا ابنهم في الحواس اللي عنده فقط، وينكروا حكاية ان في حاسة اخرى اسمها البصر.
وابتدوا من وهو الطفل بيستوعب، ابتدى يستوعب الكلمات، يشيلوا من اللغة اللي بيكلموا بيها ابنهم كلمة شاف أو شوف أو بص، يشيلوا من الكلام كلمة نور. ما فيش يعني نور، ما هو النور ده يستلزم البصر، ما فيش حاجة اسمه ظلمة، ما فيش نور، ما فيش ظلمة، ما فيش ولع النور. فكانوا حريصين جدا لأنهم يربوا ابنهم في قصة أنه ما فيش حاسة البصر. وأقنعوا العيلة بتاعتهم أيضا والناس اللي حواليهم بنفس المبدأ، عاوزين يعيشوا ابنهم في فكرة أن ما فيش حاسة اسمها البصر، فما فيش حاجة اسمه ولع التلفزيون، أو ما فيش كمان لون أحمر. يعني أحمر؟ ما هو أحمر يستلزم عينين. كانوا بيحفزوا بس اللمس عنده خشن ناعم، أما أنه يكون في نور، ضلمة، أحمر، أبيض، جميل. يعني جميل؟ ما هو عاوز عينين. واستمروا على هذا وعيشوا ابنهم بأنه ما فيش حاسة اسمها البصر، إلى أن في يوم، وعاشوا سنين والولد سنين، إلى أن في يوم جي جيران جدد جنبيهم وسكنوا، والولد في الجنينة، جت بنوتة صغيرة بنت الجيران، دايما بنت الجيران تعمل المشاكل. بنت الجيران جت بنت صغيرة في سنه ودخلت على الولد وهو قاعد في الجنينة، وفي 10 دقائق قلبت حاله. في 10 دقائق فقط قدر الولد أدرك أنه عاجز وأنه عنده شيء ناقص، وفي 10 دقائق فهم أنه مش طبيعي. قلبت له كل السنين اللي والديه والدنيا اللي حواليه حاولت تعيشه أنه ما فيش الإبصار، ما فيش بصر. إيه اللي بيتطابق فيه اللي أنا حكيته ده مع هذه الأمور اللي احنا عايشينها؟ هي نفس القصة، إن بلاد كتيرة وثقافات كتيرة ودنيا كتيرة حاولت إنها تخبي النور عن الناس، على أساس إن ما فيش نور ولا احتياج للإحساس بالنور، ما فيش ربنا. شالوه من المدارس، شالوه من 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 البيوت، شالوه من حتى كل مدرسة كانت بتحط الوصايا العشرة، شالوها، بيحاولوا يشيلوها، هيجننوا على إن God we trust، اللي هي الكلمة دي مكتوب اسم الله على الدولار، عاوزين يشيلوه عشان يقولوا للناس ما فيش حاجة اسمها ربنا، ما فيش حاجة اسمها نور. وفي 10 دقائق أيها الأحباء، خلينا نقولها في 2-3 أسبوع، البشرية كلها دلوقتي بتدور على النور، بتدور على التدخل بتاع السماء، زي ما سمعنا رئيس وزراء إيطاليا اللي بيقول عاوزين تدخل من السماء اللي كانوا حاجبينها لسنين طويلة على أنها هي المصدر، أو الله اللي في السماء هو المصدر، هو ضابط الكل، هو المتحكم في كل حاجة، لأنهم عاشوا سنين طويلة بيقولوا أن مفيش ربنا. الآن الناس بتدور على ربنا، لأنه لا يمكن ما يكونش فيه حاسة بصر، ولا يمكن ما يكونش فيه ربنا. دي القصة الأولانية، التعليق الأولاني اللي أنا عايز أقوله. التعليق الثاني الحقيقة اللي أنا عايز أقوله على الخوف، وإحنا شايفين خوف، والحقيقة حاجة تخوف، إلا الأمانة في خوف، والخوف شعور إنساني، لكن أيضا في ذعر وفي رعب وفي هلع، وده زيادة قوي، في هلع في ذعر. واحدة قالت ببساطة شديدة، عبرت، بتقول أنا كنت يعني خفت جدا، قلت امتى يقفلوا المدارس، لكن لما قفلوا المدارس اكتشفت ان انا خايفة من البواب، وخايفة من الاسانسير، وخايفة من بتاع الدليفري، وخايفة من السلم، وخايفة من كل حاجة. هي ده الخوف اللي انتشر، والرعب والهلع يبان جدا في الدنيا اللي حوالينا. وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا في حكاية الخوف، الاكثر من حجمه اللي هو اكتر من الطبيعي، الهلع والذعر، بسبب بصراحة هو غيبة الإحساس، وتستغربوا من التعبير، بالحب. الحب اللي الإلهي، الإنسان لما يكون بعيد عن إحساس بالمحبة الإلهية يبقى مذعور، يبقى خايف، يبقى مرعوب. الجماعة بتوع كنت بتكلم مع واحد من أصدقائي الأطباء الحلوين، بيتكلم على أن في البيولوجي، في الجسم الإنساني، الهرمونات المسؤولة عن الذعر، عن التوتر، الكورتيزون والأدرينالين والنور أدرينالين اللي بيطلعوا بعنف شديد جدا أثناء التوتر والخوف،
الهرمون المضاد، الهرمون المضاد ثبت علميا ان الهرمون المضاد اللي بيدي سلام وطمأنينة ويدي نوع من الريلاكسيشن بيجي بالحب، بيجي حينما يشعر الانسان بالحب، يقل التوتر قوي، يقل الخوف قوي. ده اللي بيحصل في اولادنا لما يكونوا مرتعبين، الحضن تحضن ابنك بيضيع منه الخوف على طول، بيطلع الهرمون المضاد ويدي الابن السلام رغم الحدث اللي كان مخوف، يديله سلام، ما بقاش في حالة ذعر. البشرية في حالة ذعر انها لا تعرف هذا الاب المحب، لا تعرف انه الله مش بس الله لكن الله محبة، والمحبة الكاملة تطرح الخوف خارجا. فاللي بيتمتع بعلاقة معرفة حقيقية لله المحبة، الآب أبويا اللي بيحبني، هيخاف على قد الموقف، لكن لا الذعر ولا الرعب ولا الهلع هيملأ قلبه، لأنه عنده أب محب. دول الملحوظتين اللي أنا عاوز أقولهم قبل ما أدخل، وسامحوني إن أنا طولت. النص اللي هقراه مع حضراتكم نص غريب، مش يعني قد يشعر الناس انه لا يتناسب مع اللي احنا فيه. الميديا اتملت الحقيقه برسائل كثيره من كلمه الله كلها مشجعه. من اكثر المرات الفتره دي استخدم فيها المزمور بتاع 91 الساكن في الستر العلي، من اكثر المرات اللي استخدمت فيه ايات كثيره عن الطمانينه والسلام اللي موجود في النصوص الكتابيه الحقيقيه، كلمه الله الحيه. حتى مزمور، حتى الجزء الخاص بلوقا 13 هو اللي بيتكلم على لما بيكون في كوارث نتصرف ازاي، وقال الرب ان لم تتوبوا فجميعكم ايضا تهلكون. عشان كده قدمت دعوه بالتوبه والعوده الى الله في هذه الايام اللي فيها كوارث. لكن النص اللي انا استخدمه من كلمه الله شويه لموضوع هنشوف ازاي يرتبط بالحدث اللي احنا فيه. النص هيكون من وصاية الرب عن طريق موسى، وصاية الرب عن طريق موسى، وهو بيدي الإعلان الأول المكتوب. الله أعلن عن ذاته كتير خالص في الطبيعة، لكن أول شريعة مكتوبة الله أعطاها وأعلن فيها عن ذاته كانت الشريعة اللي أعطاها الرب لموسى. هو أعلن ذاته لكل هو كان بيعلن ذاته للبشر، لكن جه وقت أن يعلن في شريعة وأعلنها في لموسى، وموسى بيعلنها للشعب، وكان الشعب المؤتمن في ذلك الوقت على قبول الشريعة هو شعب بني إسرائيل. ففي سفر التثنية الإصحاح السادس تأتي هذه الكلمات، سفر التثنية الإصحاح السادس. برضو أرجو حبايبنا الموجودين نقف وإحنا بنسمع كلمة الله. تثنية 6 وبدءا من العدد الرابع عن الوصايا الأولى، واستخدمها الرب يسوع لما سئل عن أهم الوصايا، قال عندي الرب يسوع ردد هذه الوصية مرة أخرى. تقول كلمة الله: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، الله واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، حين تنام، حين تقوم في البيت أيضا، واربطها على معيدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. أمين يا رب. النهاردة ما أشد الاحتياج لينا كلنا إلى العودة إلى كلمتك، الشيء الثابت لما بتتغير كل الأمور، لما بتهتز كل الأمور حوالينا، ولما العمود بتسقط ما بيبقاش قدامنا غير كلمتك الحية الباقية إلى الأبد. تعال كلمنا بيها، وكلم أولادك اللي قاعدين قدام التلفزيونات وهم بترجوا انهم يسمعوا منك كلمة. تعال اكلم ولادك، استغل العلم يا رب، يا رب العلم بمهارته اللي وصل الان الناس كثيرة ممكن تكون بتسمعك. تعال اكلم الناس النهاردة، اكلم الناس، الناس الصادقة، الناس اللي تتشفشف على كلمة حياة. تعال النهاردة اكلمها عشان خاطر دم المسيح، ولك كل الاكرام. امين امين. الكوارث بتقاس يعني، أو خلينا نقول أبشع الكوارث على الإطلاق، مش اللي بيموت فيها أعداد كثيرة، أبشع الكوارث على الإطلاق اللي هي تمر على الناس وما يستفيدوش منها.
هي دي الكارثة، لأن بيبقى في خسارة بشرية وخسارة مادية بلا حدود، لكن يبقى تبقى مصيبة أكتر لو عدت هذه الكارثة بدون ما الناس تفهم وبدون ما الناس تتغير وبدون ما العادات تتغير والعلاقات تتغير والفهم يتغير. إذا الإنسان ما تغيرش بعد الكارثة يبقى بعد كده جاية كارثة تانية، وهكذا الإنسان لا يتعلم. وهي دي أبشع الكوارث. احنا النهاردة بنتكلم في 13,000 ماتوا على مستوى العالم. زمان الكوليرا اللي خدت في أوائل 48 كانت الكوليرا كانت بتاخد 50%، يعني كل اثنين كان بيموت منهم واحد. فأرقام دي بالنسبة للكوارث اللي حصلت، بالنسبة للطاعون اللي اجتاح أوروبا في وقت من الأوقات، بالنسبة للأرقام قليلة، لكن الكارثة بشاعتها الحقيقية تكون لما الإنسان ما يفهمش إيه المطلوب منه، إيه معنى هذه الكارثة. لما الإنسان لا يتغير روحيا ولا يتغير فكريا من اللي حصل له وعاشه، وهو بيشوف الناس حواليه عمالة تموت يمين وشمال، فهي دي الكارثة العظمى، ان احنا ما نفهمش اللي ايه المهم في هذه الكارثة. دي نمرة واحد. الكوارث بتطلع اهم ما في القلوب، بتطلع ايه الناس اللي عايشاه له، ايه الناس اللي الشيء العميق اللي جوه المهم، يعني وليس يعني شيء مضحك لكنه حقيقة. لما يحصل مثلا حصل زلزال سنة 92 في بلادنا، الناس بقت تجري من البيوت بس كنت تشوف مين شايل ايه، لان الكارثة بتاعت الزلزال بينت كل واحد قلبه فين. فتلاقي واحد شايل تلفزيون وطاير طالع شايل تلفزيون، لان اهم حاجة عنده كان التلفزيون. وتلاقي ايضا في الارياف كان يسحب يعني الجاموسة يسحب، لان دي اهم حاجة، ربما ما يشيلش الواد ولاده ويجري، لان دي اهم حاجة. في لما حصل مرة انهارت عمارة كبيرة في مصر الجديدة ليه تحت الانقاض، يعني ست مردومة تحت الانقاض لكن ماسكة في ايدها شراب في ليه في ذهب، كانت شايلة الشراب شايلة الذهب جوه شراب في ليه ومخبياه. لما حصل الانهيار بتاع العمارة هو ده اللي في قلبها. فالكوارث بتبين ايه اللي في قلبها، ايه المهم، بتبين إيه فين الامان، الأمان فين. لما حصل تسونامي الناس جريت على الجبال لأن الموج عالي 30 متر، عايزين حاجة فوق 30 متر، فالناس بتجري على الجبال. في الزلازل الناس بتجري على الشوارع لأن الأمان في الشوارع. لما حصل الإرهاب في بلادنا الناس بقت تجري على برة على أساس أن برة هو الأمان. ففين الأمان؟ لما تبص على هذه الكارثة، كارثة الكورونا، الكورونا 19، أنا مش عارف اسمه 19، لكن الكورونا 19 دي المستجد، الكورونا 19 المستجد، هتلاقي ان الامان لكل البشر فجأة طلع البيت. الناس دلوقتي بتلتجئ الى البيت، وانا الحقيقة هو ده اللي شغلني، ان الدرس اللي نتعلمه هو ان يعود البيت هو الأمان. لو عدت الأزمة دي ورجعنا البيت بمفهومه اللي كان قبل الأزمة، يبقى احنا ما فهمناش حاجة، يبقى احنا لم نستفد من هذه الكارثة. الكارثة دي كل في كل حتة، كل رؤساء الوزراء بتوع كل العالم بيقولوا للناس خليكم في البيوت. بس للأسف الشديد الحقيقة ان البيوت فقدت معناها مع الزمن، والبيوت ما بقتش، على فكرة الكلمة صارت مش بيت، البيوت صارت ما يسمى بالمنازل، فرق كبير. في اللغة الإنجليزية عندنا حاجة اسمها هاوس وعندنا حاجة اسمها هوم. اللي بنتكلم عنه الهوم البيت، الهاوس هو المبنى، هو المكان الخارجي. وللأسف الشديد وهنا بنقول يا رب استرد لينا المنازل اللي هي الهاوس، خليها بيوت مرة، خلينا نعيش في البيوت مرة تانية بطريقة الاسترداد الحقيقي للمفهوم بتاع البيت اللي ضاع بسبب الحياة العصرية الشديدة جدا. ضاع مفهوم البيت، بي هاوس، بي ايه هاوس يعني ايه، بي ايه يعني بي نزل.
الناس تيجي في حتى العيال عايشين فيه زي مرحلة مؤقتة، بيجي ينام ويأكل بيدن بريكفاست بس، لكنه مش هذا المكان اللي بيشعر بيه بالانتماء، لأن الناس حرصت على أنها تعمل منازل شيك حلوة متهونة مليانة أشياء، ونسيت أن اللي يصنع الفرق الأشخاص، دار على الأشياء، وبنت بيوت مليانة أشياء والأشخاص ضايعين، لأن بقي منزل ما بقاش بيت. يا رب النهاردة نسترد بيوتنا لتصبح مرة أخرى بيوت مش منازل. المنازل المنطقة اللي جواها هو الأخذ، البيوت اللي فيها عطاء، حب، عطاء مليانة. المنازل الفلوس هي اللي تتحكم فيها والشراء والامتلاك. البيوت هي المشاعر والحب والعطاء. فرق كبير جدا جدا أيها الأحباء ما بين الحاجتين. مضطرين مرة أخرى أن احنا نرجع للبيت. ورب يسوع له كل المجد كان بيحب البيت، هو شخصيا ما كانش عنده بيت لكن كان بيحب البيوت. حتى لما دخل ينظف الهيكل قال عليه بيت، قال بيتي، الهيكل بيت، ما قالش عليه هيكلي، ما قالش عليه كده، ما قالش هيكلي هيكل صلاة، لكن قال عليه بيتي، بيت. خدمته كانت في البيوت، أول خدماته يسمع عن حمات بطرس عندها الحمى، يدخل البيت ويحل المشكلة ويشفي طبيصة البنت الصغيرة اللي ماتت، يخش البيت ويشفيها جوه البيت ويقيمها من الأموات من البيت. عند المرقص 2 يحكينا على دخل البيت، كان بيخدم في البيوت وسمع أنه في بيت، جابوله المفلوج، شفى المفلوج وغفر له خطاياه. بيحب البيوت وخدم في البيوت الرب يسوع. اللطيف كمان أن الرب يسوع استرد بيت من البيوت اللي كانت مكروهة، بيت زكا، محدش كان بيدخل عند هذا الرجل المادي، الرجل الحرامي اللي كان لكن الرب يسوع دخل ونده عليه وقال له ينبغي أن أمكس في بيتك، قال لي زكا أسرع وانزل، ينبغي أن أمكس في بيتك، واسترد بيته. الناس اللي برا قالوا له دخل ليبيت عند رجل خاطئ، لكن يسوع كان عاوز يصلح الكراهية اللي الناس محاوطة بها هذا الزكا والعداوة اللي كان عايش فيها، فدخل يبيت عنده، قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت، لأنه بيحب البيوت. أغلب تعاليمه الرب يسوع استخدم فيها ما يحدث في البيوت ببساطة شديدة، علق على أن التعاليمه العالية جدا الروحية جدا استخدم فيها تعبيرات البيوت. لما حب يحكي عن الروح القدس ازاي بيبحث عن الانسان الضال الضايع، ويا رب النهارده الروح القدس يلاقي ناس ضايع كتير، كان قال ايه؟ قال سيده اضاعت درهم، مش كده؟ توقد سراج، تكنس البيت، البيت. بيقول حقائق روحيه ان الروح القدس بيدور على الشباب اللي ضاع في التراب زي الكنز. كلم تعاليم روحية واستخدم فيها البيوت. حتى لما جاي يبني كنيسته الأولى قال لهم، كان في بيت، كان في العلية، كان في بيت أم يوحنا مرقس، حل عليهم الروح القدس في البيت. الفريضة الجميلة اللي عملها علشان يوحد بها الناس معاه ويوحد الناس مع بعض في جسده، هذا السر العظيم اللي عمله في البيت في العلية. بعد ما غسل رجلين التلاميذ أقام هذه الفريضة، أقام هذا السر العظيم، سر الجسد الواحد المكسور لأجل الناس، عملوه في بيت، ما عملوش في حتة تانية. عشان كده أنا بكره، سوري سامحوني في كلمة بكره، بس ما بحبش الصورة الطلياني اللي هي مصورة العشاء الرباني كده، أن رب يسوع على ترابيزة كبيرة وورا ستارة حمراء وقدامه بلاط ما معرفش إيه، كأن الرب يسوع كان أو كأن الناس
هو قال لهم شوفوا لي يعني جهزوا لي عليا يعني اوضه في بيت عمل ده كله كانهم راحوا استاجروا بتاع ده اللي هي قاعه الياسمين في فندق خمس نجوم. لا عملت بيت, لكن كل كان بيحب البيوت, كان بيحب جدا البيت وكان حريص جدا على فكرة البيت. ويا ريت النهاردة نسترد بيوتنا اللي معناها أن تطلع برا فكرة أن تكون منازل, بل أن تكون بيت. أنا أتكلم على أنه البيت كان فيه, البيت يقدم ثلاث حاجات أساسية وبانت أيضا في هذه الأيام. الحاجة الأولانية اللي بقدمها البيت الحماية, بس لازم البيت يكون هو شخصيا محمي. الناس يعني اول مره كانت تسمع عن يعني عن الكلور والسبرتو, والناس عاوزه توضع تحمي بلاد كوب كلور بكميات وسبرتو. وعلى فكره ممكن اثنين على بعض يعملوا مركب, يعني السبرتو على الكلور يعملوا مركب ضار. يعني ما فيش حد موجود يصلحني, مش عارف بقى يعمل ايه كلوريد السبرتوز, يعني ما فيش حد قاعد من الناس كان يصلحني الكيمياء بتاعتها. لكن الناس عايزها تحمي, بس البيت اللي مش محمي ما يحميش. فالبيوت بتقدم نمرة واحد الحماية, والبيوت نمرة اثنين بتقدم الشركة, الدفء, التواصل. والبيوت نمرة ثلاثة بتقدم الغذاء, الاحتياج. أظن شفتوا أن الناس فاهمة الحكاية دي, الناس جريت على ما أنا استغربت الرفوف اللي احنا لسه عندنا رفوف فيها. أنا استغربت الصور اللي جاية من الرفوف برا, شالوا كل حاجة من الرفوف في برا. ده حتى بينهم شالوا الأكل بتاع الكلاب والقطط كله برا, كل الرفوف اتشالت. لكن التلاتة دول في المفاهيم الصحيحة هي دي المطلوبة. يعني ايه حماية؟ يعني ايه شركة؟ يعني ايه غذاء؟ هو ده المطلوب. ان البيوت في هذه الايام في الكارثة اللي احنا عايشينها تسترد المعاني الحقيقية كبيوت بتقدم حماية لعيالها, بتقدم شركة لأولادها, بتقدم تغذية لأولادها. ده المطلوب, وإلا هيعدي علينا زي ما عدى على يعني ما هو كوارث لما عدت كارثة 11/9 في أمريكا والناس ارتعبت وكل الأمور. يعني ساعتها كل الأمور اللي نقدر نسميها الترفيهية, وخلينا أقول يعني باحترام, لكن كل البرامج الهيفة اللي كانت بتقدم اللي سموها فور انترتينمنت, اللي هي عبارة عن اللي فيها مثلا قول كلمة تكسب لك عربية, اسحب ورقة تكسب لك عمارة, أو قول كلمة تانية تضيع منك العمارة. كلام كل الناس بتتلف حوالين التلفزيونات في هذه البرامج اللي بيسموها بتاعت الانترتينمنت دي بعنف شديد جدا. لما حصلت 11/9 كله ده وقف, الرياضة وقفت, وأبطال السينما بقى اتجوزت اتطلقت, دول كله جه على جنب. وبان الناس اللي ليها قيمة, عساكر المطافي والناس بتوع الإنقاذ. لكن اللي حصل بعد نهاية الكارثة عادي, كل حاجة رجعت إلى معناها الأولاني. فلو ما فهمناش ان هذا الزمن هو زمن استرداد للبيوت بمعناها الحقيقي, ان تصير حماية لمن فيها, تصير شركة حقيقية للناس الوسطيه وتقدم الغذاء, يبقى احنا مش فاهمين. لكن نمرة واحد هو البيت الذي يقدم حماية, ولابد ان يكون البيت اولا محمي. واللي يحميه, انا مش بتكلم على ان يجيب كلب او يحميه انه يكون عنده قفل أو سلاسل, لا 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 لا, مش ده اللي يحمي البيوت. اللي يحمي البيوت هو القيم والمبادئ اللي بني جدران البيت. قيم ومبادئ في غلط وفي صح, يفصل الناس اللي جوه البيت عن اللي بره, في فصل شديد. مش الناس اللي بتعمله بره بيتعمل جوه, لا لا لا, بيتي مختلف. وهنا بيظهر دور الأب ككاهن البيت, كاهن البيت اللي عنده إيمان معين عايز يعيش به هو وأولاده. هنا القيمة العظمى للحماية,
ان في مبادئ يطلع عليها الولد والبنت، مبادئ وقوانين جايه من قلب الاب المؤمن اللي بيحط الله. انتوا فكركم الالحاد اللي حصل في البيوت كان نتيجه ان العيال تعرضت لفكر غريب؟ يعني لا اطلاقا، دي العيال اساسا ما شافتش ربنا في البيت، لانه لم يعلن الله، لم يعلن في هذا البيت. نمرة واحد، الحيطان، الجدران المكون اللي معمولة للبيت. خلي بالكم قبل أحداث كورونا كانت الكنيسة هنا ماشية في شهر مارس على قصة نحميا، ونحميا هو باني السور، لأن لما لقي شعبه السور بتاع الأسوار منهدمة والأبواب محروقة بالنار، قال عن شعبه أن شعبه يعيش في شر عظيم وعار، لأنه مهروق متداس، أي حد يعدي عليه، أي حد بفكر وثني، فكر جنسي، أي حد بيدوس عليه، شعب مهروب. عشان كده قام نحميا وبنى السور والبيبان. والبيبان هنا بتحكي على أن المطلوب في البيوت أنها ما تكونش قواقع، لكن تكون فيها أبواب تسمح للولاد يطلعوا ويخشوا، بس التحكم المفتاح من جوه. الأب بيحط مبادئ بتحافظ عليها الأم، وبيطلعوا فيها العيال، وبيطلعوا يتواصلوا مع المجتمع، ويطلعوا يتعلموا، ويطلعوا يحتكوا، ويجيبوا أصحابهم، بس في كنترول. ده المقصود، إن البيوت تكون محمية، هو ده اللي يحمي البيوت حقيقة، مش أي حاجة تاني، مش الكلور والسبرتو اللي هيحمي البيت. اللي بيحمي البيت المبادئ والقيم. دكتور ماهر من يومين كان بيتكلم على ان ده اللي يبني الولد، القيم والمبادئ اللي طلع عليها من محبة الآخرين، الغفران، المساواة في النظرة للناس، قبول المختلف، قبول الآخر. هو البيت اللي بيعلم عياله انه يكره اي حد، البيت اللي بيعلم ابنه انه يكره اي حد مختلف عنه. لما الابن الصغير ده لما يكبر وما يلاقيش الحد ده اللي هو تربى على ان اكرهه، هيعمل ايه؟ هيكره اخوه، لان ابوه رباه على كراهيه، فطلع بيكره الناس الى درجه ممكن يعمل اي حاجه يقتل، لان الكراهيه دي اللي اتحطت في قلبه. انما البيوت الصحيحه، البيوت هي بيوت الحب، البيوت اللي مليانه حب، اللي بناها الراجل وحافظت عليها الست بإيمان. يقول كده بولس هو بيكلم كنيسة تسالونيكي، بيقول لهم كده، بيقول لهم: أم تذكرون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب للأولاد، ونشجعكم ونشهدكم. الثلاث كلمات دول بيحققوا معنى الأبوة الحقيقية في البيت. يعظ، يعلم، الأب بيعلم، وبعدين يشجع، وبعدين يشهد دي يعني بيعمل النموذج العملي للي قاله. ما ينفعش أب يقول لابنه اوعى تقرب على السجاير وهو بيدخن، مش هيحصل، هيدخن. ما ينفعش الأب يكون بيعمل حاجة غلط ويقول لابنه أنا عارف إن ده غلط، أنا مش قادر، بس أنت ما تعملهاش، أعملها. نشهدكم. فالأب هو صاحب، وده دوره، وده الدور اللي عاوزين نسترده أيها الأحباء، وإلا الكارثة بصوا هتعدي. كورونا 19 هيعدي، هياخد قدامه، هو خد 13,000، هياخد، خلي بالكم احنا بنتكلم على 7 مليار، هياخد قدامه في ضحايا كتير، لكن في ناس كتير هتعيش بعد هذا الكورونا. يا ترى بيوتها خربانة؟ يا ترى بيوتها الحيطان وقع والبيبان محروقة، أي حد يخش، أي حد يطلع، أي حد يقول أي كلام، ولا هتستردوا؟ وده اللي هنصليه، وأنا عايز أصلي ده، وعايز نصلي نرنم إن احنا نسترد مرة أخرى هذا السلطان اللي الرب ده للأب، السلطان الكهنوتي، إنه يبقى رئيس البيت ويبقى فوقيه يعني المسيح رأس الرجل، الرجل رأس المرأة، والبيت ينتظم في تعليم إيمان يحطه الأب في البيت علشان يحمي بيته، يبقى بيته محمي، يطلع الولد عنده احساس بالانتماء، وعنده احساس بالعقل القوي، يطلع في الدنيا
ما يخافش. في الوعظة الرائعة اللي نسمى اللي هي عظة الجبل اللي فيها دستور الإيمان المسيحي، في كلمة جميلة قوي يقولها الرب يسوع، يقول ليس أحد يوقد سراج ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة لكي يضيء للذين في البيت. ومرة تانية قالت يضعه تحت السرير، ليس أحد يوقد مسراجا ويضعه تحت السرير. أنا عارف أن الأجيال الصغيرة الشباب ما يعرفوش إيه هو المكيال. زمان كان في حاجة اسمها، أنا أفتكرها واللي من جيلي يفتكرها كويس خالص، حاجة اسمها النصة والربعة، إنه عبارة عن وعاء خشبي كده ليه فتحة وهو شكله مخروطي كده، وكانوا يكيلوا فيه القمح والفول المدشوش اللي بيعملوا منه البصارة والحاجات دي والطعمية يكيلوه. وعشان كده لما كان يقولوا للراجل هزه، ده اللي قال عنه الرب يسوع كيلا ملبدا، ملبدا يعني حاطط الوش كده مهزوز، لانه ساعات لما يحطه كده يبقى فاضي، لكن لما تهزه كده ينزل. كيلا ملبدا مهزوزا يعطونا في احضانكم. المكيال ده هو بيتكلم عن الاكل والشرب، عن الحياه. فالرب يسوع بيقول ما حدش يكون عنده مبدا ايماني ونور ويحطه تحت ويضيع تحت الاكل والعيش، ما مش فاضيين. وعلى غفله الاب يلاقي عياله كبروا ما عندهمش اي مبدا، لانه كان حاطط ما يعرفه من الايمان في المشغوليه، مسافر هنا يوم شغل الصبح شغل بعد الظهر، ما فيش وقت. والمره الثانيه يقول لك تحت السرير، السرير يمثل الراحه والكسل، ايضا ما عندوش هذه الهمة والمسؤولية والإحساس بالمسؤولية أن يبني بيته على الإيمان، علشان عياله يبقوا محميين. الحماية للبيت المحمي مسؤولية الآباء، هم اللي بيطلعوا العيال، يا إما عيال لها انتماء وعندها الإيمان عميق في قلوبها، يا إما عيال تتشال بكل ريح تعليم وتتشال بكل فكرة تتقال يمين أو شمال. هو ده الحماية، هو ده اللي اللي الرب بيحكي عنه. بولس بيقول لتيموثاوس تلميذه، لان الام مسؤوله، بيقول له انا اذكر الايمان العديم الرياء، ما فيهوش تمثيل، الايمان ما فيهوش تمثيل، الذي فيك، الذي سكن اولا في جدتك لوئيس وفي امك افنيكي، ولكني متيقن انه فيك ايضا. الام ايضا بتشيل فكره الايمان وتغرسها في الولاد، مش بس فكره انها ما احنا لما قلنا ان ربنا بس في مكان معين، ولما بعتنا عيالنا لمدارس الاحد اللي هو بيروح فيها ساعتين ويعيش بقية الاسبوع كله عندي في البيت، وانا ما بعلموش حاجة عشان الكنيسة تعلمه في ساعتين، انا بضيعهم اللي تعلمهم في ساعتين في البيت لو انا بتكلم غلط. لكن البيت المحمي هو بيت فيه مبادئ ايمانية موجودة، حماية للعيال، حماية للشباب. البيوت اللي بنتكلم عليها هي بيوت محمية بالإيمان اللي موجود في الأب والأم، واللي بيدوا للعيال وبيغرسوا للعيال في السن اللي بيبقى النقش فيه، على زي بيقول النقش على الحجر في الصغر، يطلع العيل متين، يطلع العيل عنده ثقة ومنتمي. هذه الفكرة الأولى، بيت محمي. الفكرة الثانية، البيت المحمي يقدم حماية. أنا مستغرب خالص اليومين دول في القنوات وهي بتقول للناس يعملوا إيه مع بعض في البيت. في قنوات فضائية عمالة تفترض إن الناس تعمل إيه مع بعض في البيوت، على أساس إن دي حاجة غريبة، إن البيوت حاجة غريبة. الطبيعي الشوارع والكافيهات والستاربكس، ده الطبيعي. الغريب البيت، ما البيت نزل، بنزل فيه بيد أند بريكفاست، الصبح بنام عشان أخد فطار. القضية الثانية اللي بيقدمها البيت الحقيقة هي الشركة والدفء. حاجة مهمة جدا، الإنسان ما يقدرش يعيش وحده. لكن في هذا الزمن بين الإنسان وحده خالص، فجأة ليه روحهم موجودين في مكان، فجأة ومضطرين يقعدوا مع بعض في مكان. الشركة دي مهمة جدا، الإنسان إزاي يعيش من غير شركة. يعني بسبب الكورونا في شاب كتب كلمة جميلة، يعني أحب أقولها، أنا ما أعرفوش بس أقولها. الشاب قال
أنا ما كنتش أعرف إن بابا وماما لطاف للدرجة دي لما قعد في البيت. في شباب ما يعرفش أبوه وأمه لغاية النهاردة، لأنه بيجي نزل يبيت ويصحى الصبح يفطر، والأب أيضا ما يمكن أبي مش موجود. لكن العلاقات مهمة جدا، العلاقات بين الناس مهمة جدا. رب يسوع أيضا كان بيهمه العلاقات. بحب قوي زي مثلا لما أقام طبيصة، يقول بعد ما أقام الطبيصة يقول طلب أن تعطى لتأكل، وكلوها، كلم جوه البيت وكلوها. جميل قوي لما عملوا له حفلة، لما الميت الثاني اللي قابله في السكة، امرأة بتاع مدينة نايين، كتاب يحكي على أن الرب يسوع راح وقف الموكب ولمس النعش. وهنا موقف خطير، لأن اليهودي لا يتنجس لميت، ممكن يقول من بعيد، لكن هو أصله هو 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 قدوس شال خطايانا، فلمس النعش. وبعدين لما أقام الابن يقول الكتاب سلمه إلى أمه، ده لأمه. يعني كان أنا فرحان بالعودة دي، أنا فرحان بالحكاية دي، فرحان بالعلاقة. يقول لك الكتاب كده كان يسوع يحب مرسى وأختها ولعازر، بيحب الثلاثة دول في البيت. إحنا على فكرة إحنا بوظنا الدنيا، يعني يسوع كان بيحب الثلاثة. إحنا قلنا وإحنا الوعاظ يعني قالوا إن مريم أحسن من مرسى. مريم قاعد عند رجلين الرب يسوع، كل بيت يخش الخادم يقول للناس إن مريم أحسن من مرسى. لما تيجي الست تعمل له كوباية شاي ولا تعمل له أكل، ولا تعال يا مرسى تعال اسمعي لك كلمتين بدل ما انت ضايع مش عارف ايه بتاع. احنا اللي بوظنا. لكن يسوع كان بيحب البيت وبيحب العلاقات مع الناس، بيحب ده اللي خلانا ما اتعزم. منين ما بيتعزم كان بيروح، لانه بيحب العلاقات. هو علاقاتي بيحب يقيم علاقه، ودور على الناس اللي ضيع منهم العلاقات، وكان بيحب الناس اللي اللي اللي, اللي بيقيم علاقات. حتى تعاليمه كان بيستثير في الناس، مثلا الابوه، استثير في الناس الابوه. يعني عاوز يقول ان الابوه حلوه، الابوه حلوه. فيقول من منكم وهو اب ان ساله ابنه خبزا افيعطيه حجرا، ان ساله سمكه ايعطيه حيه، ان ساله بيضه ايعطيه عقربا. من منكم وهو اب، انت اب قلبك حنين. وعلى فكرة الثلاثة دول بيتحقق بنعملهم بالضبط، احنا بنعملهم في جهلنا بنعملهم. يبقى الابن محتاج يفهم، عاوز حاجة يعيش بيها، خبز. ثم احنا نرد، يسألنا سؤال مثلا، يسأل ابو سؤال مثلا، ليه بابا بيحصل كده؟ يقول له امك السبب، هي السبب. ليه حصل غلط؟ يقول له امك السبب. بيديله حجر. لكن كان على يسوع، هو بيحب العلاقات بين الناس وبعض، بيحب البيت يبقى متحد. هقول لكم خبر احزنني، رغم اني يعني في جزء يعني اسعدنا كلنا في قصه تغلب الصين على الكورونا، انهم قدروا يتغلبوا على الكورونا، الصين قدروا يوقفوا الكورونا. لكن تعرف قالوا خبر غريب جدا، قالوا ان حالات الطلاق زادت جدا بسبب كورونا. تصور في الصين الناس مش فاهمه، وده مش القصد الالهي. ولو قعدنا في البيت نتحمي من كورونا وبنتخانق مع بعض يبقى احنا مش فاهمين. ولو قعدنا في البيت اللي مفروض هو الحمايه لينا في هذا الوقت، وعلي بينا الحوار قوي وزاد لدرجة ان فكرة الانفصال والطلاق بس يخلص كورونا وكل واحد فينا يروح لحاله، يبقى احنا هذه هي الكارثة العظمى مش كورونا. هو ده الزمن بتاع تصليح العلاقات، هو ده الزمن بتاع ان الاولاد يكتشفوا ان الاباء لطفاء، هو ده الزمن ان الازواج يوروا الزوجات حب. مش مشغول، ما عندكش شغل يا اخويا، مش في مخك الشغل، في مخك ولادك وبيتك. هذا الوقت هو وقت الاسترداد العلاقات، فيصبح البيت شركة دافئة، وما يبقاش هاوس يبقى هوم، ما يبقاش
نزل، ما يبقاش منزل لكن يبقى بيت فيه حب. هو ده الزمن. مكره انك تقعد مع عيالك وبيتك يا عم، حبهم دلوقتي. مكرهة مكرهة تقعدي مع عيالك وجوزك دلوقتي بسبب خفيف. عمالين الناس تفسر، عمالين طبعا الناس تتابع العدادات. إيطاليا فيها كذا، وبالمناسبة إيطاليا شيء مؤلم قوي الحقيقة. هنصلي لإيطاليا بنعمة المسيح. الله يفتقد، زي ما كان بيقول ريمون، الله يفتقد كل الشعوب، كل الشعوب محتاج. لكن مشغولين بأن احنا نعرف كم العدد، ومشغولين نعرف ليه حصل كده، ومشغولين نعرف طب يا ترى واحنا يعني هنتصرف في الاكل ازاي. مشغولين نعرف كل حاجه، ومش مشغولين باسترداد اهم شيء، ان يصبح بيتنا بيت حقيقي، اب وام واولاد بيحبوا بعض. فرصه لالتئام الجروح، فرصه للغفران، ونخلي روح الله يغفر ويرجع الولاد لأبائهم، يرجع الأباء لأولادهم. بلاش كل واحد فينا يمسك الموبايل بتاعه. أنا عجبتني قوي الدعوة اللي قدمها ريمون بأن احنا نقفل الموبايلات. أيها الأحباء، أنتوا عارفين أنا ما بحبش الموبايلات. لو كان الفيسبوك رجلا لقتلته، ده أنا بقول كده على هذا التدمير اللي عمله، منها كمان هذا الانفصال الشديد بين الناس وبعضها. حدش قاعد لحد ما حدش قاعد. هذا زمن مكرهين غصبا عننا، قعدنا في البيت نستغله صح. تعالوا نصالح. المصالحة هي قلب رسالة الرب يسوع. وقد كان الله مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لنا خطأ، وواضعا فينا خدمة المصالحة، أي أن الله في المسيح يسوع كان مصالح العالم وغفر لهم وأعطانا، خلينا أقولها تاني، وأعطانا كلمة المصالح، وضع فينا كلمة المحنة مصالحين معاه ونتصالح مع بعض. إذن نسعى كسفراء كان الله يعصبنا، نطلب عن المسيح تصالحوا 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 مع الله وتصالحوا مع ولاد الله، فيبقى البيت دافي. ما بقاش الواحد بيقول انت الكورونا تتفك عشان مشتاق للقهوة، مشتاق للشيشة. ولادي مش مشتاق لهم، انا عندي عيلين بس انا مشتاق لحجرين اكتر من عيالي. هذا هو زمن استرداد علاقات. تعالوا نستفيد من الكارثة اللي حوالينا، وبدل ما ننشغل بأمور يمين وشمال، تعالوا نتصالح، تعالوا للبيوت تتدفى، تعال المس عيالك النهاردة، حط إيدك على بنتك، حط إيدك على كتف بنتك وعلى كتف ابنك واحضنهم. بقى لهم سنين ما خدوش منك حضن، ما أنت مشغول وهم مشغولين، والجفاء بينكم واضح. بس لو ما احنا محتاجين القصة الأولانية اللي هنصل إلى أول حاجة، لقصة ان احنا نكون مليانين بهذه المحبة الإلهية علشان نقدر نحب. محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلنة. صالحوا. انا بدعو الآن خلينا عملي. بص انا ما اعرفش، انا شخصيا ما اعرفش اذا كنت وانا طالع هاخد كورونا ده ولا مش هاخده. انا مش عارف، صحيح انا هرش زبرته، بس انا مش عارف، مش عارف هتكلم معك تاني ولا مش هتكلم معك تاني. بس اسمع، ما النهارده وانت قاعد في الاوضه دي، وانت قاعد في الاوضه، ما تقرب من اكتر واحد من اخواتك ولا عيالك ولا مراتك، واقعد جنبيه النهارده جنبيه، وقول له معلش سامحني ان احنا مش عارفين اللي هيحصل. اخوانا مش شايفين العربيه اللي بتلم الميتين، بتلم الميتين زي ما بتلم الروبابيكا. عارفين العربيات اللي بتلم تمشي تقول روبابيكا؟ اي حد عنده روبابيكا؟ في عربيات النهارده في ايطاليا بتعدي شيء مؤلم ومحزن، بتلم الناس زي الروبابيكا ومحدش عاوز يمد ايده. ايه الزمن ده؟ ولسه متخانق مع اخوك، ولسه متخانق مع اختك، ولسه متخانق مع جوزك، ولسه متخانق مع ابنك. هذا زمن المصالح عشان يعود للبيت المفهوم الاساسي، انه بيت فيه دفء العلاقات اللي كان حريص جدا عليها الرب يسوع. لما الراجل قال له قل لاخي ان يقاسمني الميراث، انا مش عايز اعمل شيء. قال له من اقامني قاضيا او مقسما عليك يا صاحب؟ من اقامني قاضيا او مقسما عليك؟
أنا مش بخش في الحتة دي، أنا مش بتاع التفريق. الميراث بيفرق. عايز الأخوات يعيشوا مع بعض. فين الزمن؟ عندنا قد إيه زمن؟ عندنا قد إيه فرصة علشان نلم البيت؟ فالبيت في الأول يكون محمي بالقوانين، محمي بالرولز، محمي بالمبادئ، بالمورالز الأخلاقية اللي محطوطة اللي تطمن فيها على ابنك وعلى بنتك. وأيضا البيت يبقى فيه دفء وعلاقات كلها حب، يرجع تاني هوم، نقول بالإنجليزي هوم هوم سويت هوم زي ما بيقولوا. طبعا بالإنجليزي يعني بيتي حلو، بيتي حلو. يا ضعت بعد ما عملناها منازل. زمن الاسترداد، نسترد البيت بالمعنى التاني بتاعه، أن يكون شركة. النقطة الثالثة والأخيرة بعد كده هنصلي مع بعض ونرنم مع أخويا ريمون، وتعالوا ناخدها جد، ناخدها جد، لأن ما حدش عارف بكرة في إيه. الكل خايف، الكل عنده علامات استفهام. بس هنستغل الفرصة صح، التوقيت يعني أقوى وأقوى ما تمتلك أنت أو أنا. اللحظة، اللحظة دي الآن. عشان كده بيقول الكتاب إن سمعتم صوته الآن، الآن دلوقتي. وما نضيعش الفرصة وتقول بعدين، بعدين مش هتيجي. بحب قوي قصة فيليكس لما سمع كلام حلو من بولس، وبعديك قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. ما حصلش على وقت فيليكس، ما حصلش. فيليكس في الجحيم على طول، ما حصلش على وقت لأنه أجل. الآن تعال نعمل الآن، نتصالح الآن، نتدفى الآن، نحب بعض الآن، نحب عيننا الآن. ها عيالك اللي بالك مدة ما تبطبطش عليهم الآن، ما عندكش حاجة. ما نعمل إيه؟ هنقعد نلعب في الموبايلات الآن. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة الغذاء. طبعا شفنا الطوابير بتاعت الناس وهي بتلم، بس هتخلص هتخلص. بس شوف حاجة غريبة، الست تقول عايزين يدور رز، مش لاقي رز، او جاب على قد ما جاب من الرز والمكرونة، فاضل حاجة ما دخلتش بيته، فاضل فريك. قال لها في فريك؟ قالت له ها، احنا عارفين هيحصل ايه، هات فريك، جاب فريك. مش عارف هم ما دخلوش فريك ابدا. قال لها احنا عارفين احنا هيحصل. بعد لك في برغل، ايه برغل؟ قال اي حاجة، ها ها. بس هو ده اللي هو دي التغذية، هو ده الغذاء اللي محتاجه البيت والعيال. يبقى احنا مش فاهمين كلمة الله. التحدي اللي كان قدام موسى وربنا، وموسى قالوا الشعب، قالوا الشعب القديم برضو هو بيراجع الشريعة، قالهم كلمة بنرددها ساعات كده، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كم واحد خازن في البيت؟ خازن مش بمعنى حاطط كتب مقدسة كده مقفولة، لكن كم واحد خازن كلمة الله في بيته؟ كم واحد؟ لما جه الشيطان يواجه الرب يسوع في الموجة في البرية، أو قال له قل لهذه الحجارة أن تصير خبز إن كنت ابن الله، بيتحداه وقالها له تاني، هقولها لك هي 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 هي، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ده الغذاء. شخصيا أنا لما يوم بيعدي علي، بيعدي علي أيام كثيرة ما بكلش من الكتاب المقدس، بحس بجوع شديد، بحس إن أنا عندي فقر دم. كلمة الله مغذية، هي ده السلاح بتاعك، هو دي التغذية اللي تديها لابنك ياكلها ويعيش وعيالك يعيشوا فيها. زمان كان في ما يسمى بالمذبح العائلي، الآباء كان الأب يلم العيال كده ويقعدوا يصلوا مع بعض ويقروا كلمة الله. وكان في أب معتاد يعمل الحكاية دي، وكان بيعملها في ميعاد ثابت، سمى ميعاد ثابت. والعيال وهم بيصلوا كان عنده ساعة بالبندول بتاعت زمان دي اللي بتدق، دي الساعة الكبيرة دي اللي بتدق بتدق 8 تم تم تم. وكل يوم كان في نفس الميعاد ياخد العيال ويقعد يصلوا يحرر لهم الكتاب. واحد من العيال سافر بعيد وتاخد بعيد، وفي يوم من الأيام كان رايح في سكة شر تمام، سكة شر وعلاقات شريرة مفسدة. هو راح في السكة سمع الساعة بترن تن 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 تن، فرجع لأن اللي اتبنى فيه زمان كلمة الله، اللي اتبنت فيه زمان وارتبطت بالإحساس بتاع الساعة رجعته. يا أحباء كلمة الله حية، حية يعني لا تموت.
الجماعة اللي قالوا ما فيش نور في كلمة الله فعشر دقايق باظت القصة. في كلمة الله حية. الجماعة اللي بيتفلسفوا على كلمة الله في هذه الأيام فاكرين انهم بيقولوا جديد من أول ما طلع ما يسمى بعلم الكريتكس علم النقد. كان أول كتاب يتشرح هو الكتاب ده، شرحوه بتوع النقد وبعدين في الآخر ما وصلوش لحاجة إن الأسئلة التي تقدم في هذه الأيام على إنها أسئلة تنويرية وتحضيرية اتقالت من أكتر من 200 سنة وبقي الكتاب المقدس زي ما هو. إنها كلمة الله حية، وكلمة حية أنها تصلح لكل زمن وتصلح لكل مكان وتصلح لكل إنسان. كلمة الله حية تخش هي حية وتحيي تحيي. هو ده الغزة، هو ده الخزين لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. هو ده الخزين اللي اتحط في البيوت، مش طبعا كتب مرصوصة مقفولة، لكن كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يقول عنها الكتاب كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة إلى مفرق النفس والروح. في أمور نفسانية وفي أمور روحية، هي بتميز الأمور دي. خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. المفاصل الحركة، المخاخ اللي بيتكلم عليها البون مارو اللي بيطلع كرة الدم الحمراء وكرة الدم البيضاء اللي بيطلع حياة. في فرق بين الحركة والحياة. فالكتاب المقدس كلمة الحية بتفصل ما بين الأمور النفسية والنمور والأمور الروحية، بين الأمور اللي التمثيليات الإيمان الحركية وما بين الحركة اللي فيها حياة. هي دي كلمة الله خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونيات. محدش يعرف أفكار قلبي ولنياتي غير كلمة الله. تسكن فيكم كلمة المسيح. هو ده الغذاء، مش الرز. الرز هيخلص والمكرونة هتخلص، لكن ده ما يخلصش. وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. املأ بيتك من كلمة الله، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح الذي هو قوة الله للخلاص. أنا ما مكسفش إن احنا مسكين كتاب مقدس. This is not an old-fashioned book. No. هذه كلمة الله الحية الفعالة والباقية. السماء والأرض تزولان، كلمة واحدة من كلامه لا تزول، نقطة واحدة من كلامه لا تزول. هذا خلصنا. هذا هو زمن استرداد البيوت، زمن لاسترداد البيوت في زمن الكوارث. تعالوا نسترد بيوتنا في زمن الكوارث، نخليها بيوت حقيقية من البيوت اللي بيحبها ربنا. من يحبه أبي فلإليه نأتي وعنده نصنع منزل، نعمل بيت. دي البيوت اللي بيحبها ربنا، البيوت المحمية بالمبادئ الإيمانية، البيوت اللي فيها علاقات تستمتع بالمبادئ الإيمانية، إن كان غفران، إن كان حب، إن كان مسامحة، إن كان قبول بعضنا لبعض، إن كان قبول الاختلاف. البيوت اللي مليانة بهذه الروح يا أبوي بيحبها ربنا. ثم بيوت تسكن فيها الكلمة اللي وأذناك تسمعاني كلمة خلفك من هنا قائلة هذه الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين حينما تميلون إلى اليسار. ما نحتاجه في هذه الأيام هو كلمة الله غذاء لحياتنا. جرب ودي الكلمة الله حقها وشوف هيحصل إيه في بيتك، ونسترد البيوت ويبقى الكارثة ما عدتش كارثة. ونعيشنا بعد هذه الكارثة، نعيشنا بعد هذه الكارثة، هنقدر نشهد لأولادنا والأحفادنا عن هذا الإله الأمين اللي مكننا في هذه الظروف الصعبة من استرداد بيوتنا ليه. ونعيشنا بعد هذه الكارثة يبقى نعيش في بيوت صحيحة. هو احنا بعد ما نعيش الألم والقلق والخوف اللي احنا عايشينه ده وبعدين تنتهي الكورونا، الطلاق يزيد تاني؟ يا دي المصيبة. والبيوت تتفصل تاني؟ طب ما نموت في الكورونا احسن. عايزين نسترد بيوتنا تاني، نسترد العلاقات مره اخرى. نقول يا رب هذا زمن استرداد، افتح عينينا علشان نشوف انك من خلال هذه الامور السوداء تنتج حياه. فرانسيس جريم راجل رائع، عمل خدمه رائعه لما الخدمة جات له. هو اللي انشا ما يسمى بالهوسبيتال كريستيان فيلوشيب او خدمة الناس وسط المستشفيات. خدمة رائعة تمتد على اكثر من 100 بلد حاليا.
لكن خد الفكرة والرؤية وهو في مستشفى من أبوه وهو بيموت، وأبوه جنبي كان بيموت، وقال التعبير الخطير جدا ده: مرات الله يعطي أخبار سارة داخل مظروف أسود. نحن في المظروف الأسود في هذه الأيام، لكن ممكن نخرج من هذا المظروف الأسود بأمور صحيحة. وعند هنا يبقى الكارثة تقف عند التغيرات المادية وعند الخسارات البشرية اللي ماتوا، لكن هناك استرداد. في 13,000 واحد مات، لكن أنا أعرف بس إن في رول واحد في قضية واحدة من في رول واحد أمام لجنة واحدة من لجان القضاء المصري، في مرة واحدة كان في 6,000 في رول واحد 6,000 قضية طلاق مسيحي في رول واحد، وفي 13,000 بيت بس 13,000 واحد مات، في رول واحد في 6,000 بيت هيتخرب. 6,000 يعني 12,000 واحد هتجرح. هذا دعوة لاسترداد البيوت أيها الأحبة، دعوة استرداد. أنا بطلب من فريق الترنيم والتسبيح تعالوا نطلع نسبح الآن. وهمشي بالترتيب، نمشي بالترتيب زي ما كنا في الخدمة دي، هنصلي بالأشياء بالترتيب ونرنم بالترتيب. ونبتدي للمزعورين، واللي عندهم رعب، عندهم هلع، واللي عندهم خوف أزيد من الواقع. هناك أخبار سارة تتقال في هذه الأيام، أن هناك أب إله نحن ندعوه أبانا، فهو أب ومحب. كان لنا أباء محبين، إحنا بنعرف على قد بشريتنا يعني أب ومحب، لكن أنت الله صالح اللي محبته صالحة يملأ قلبك بالإحساس بالحب، فيقل الخوف من عندك، يصبح قد الحدث لا أكتر ولا أقل. عايزين نقوله كده بإله الحب، افتح عينينا نشوفك انك بتحبنا، انك انت موجود في سماء بتهتم بينا، ان احنا مش العوبة في يد الفيروس، انت إله محب. أبونا أبونا أبونا، انت شايف شعبك، شايف ناسك، انت إله محب. حن علينا بمحبتك وافتح عينينا عشان نقبلك كإله محب. افتح عينينا. فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. وإلهي في قربي يشبعني بالحب، وإلهي في قربي يشبعني حبي وينير لي دربي ويحقق الأمال. فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي
وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمان. آه، نعم الله يرعاني أبوك السماوي الذي يهتم بك. خمسة عصافير تباع بفلسين، واحد منها لا يسقط إلا بمعرفة أبيكم، وحتى شعور رؤوسكم محصاة بس تكون عارفه الله مش بعيد. الله ده أبوك، أبوك المحب، ثق فيه. تعالى يا رب أنا عايز أستغل الفترة دي، تعالى بروحك القدوس وتعالى استرد لي بيتي. أنا بيتي مكسر، أنا الحيطان واقعة، أنا الأبواب محروقة بالنار، أنا عيالي مهروقين، أنا كل حد بيخش بيقول أي كلام، الأفكار بتيجي بيتي يمين وشمال، تعالى تعالى اديني تاني إيمان، تاني نبني الأسوار دي من جديد، وتكون أنت السيد على هذا البيت، ومبادئك هي تكون على الحيطان دي، مبادئك هي تكون، وأفكارك هي تكون، كلمتك هي تكون، كلمتك ثابتة قوية، كلامك زي الصخر، أنت كلامك يبقى في بيتي، عايز أسترد بيتي، عايز أسترد يبقى محمي، مش يبقى مخترق. مش الاقي كل ولد جاي لي بفكره معينه، وكل بنت جايه لي بعلاقه معينه من جايه من الشارع. انا عاوز احمي بيتي بيك، ما اقدرش من غيرك، ما اقدر. ان لم يبني الرب البيت، تعالى ابني لي بيتي من فضلك. اصرخ يا الاب، اصرخي يا ماما، قولي كده، ان لم يبني الرب البيت، تعالى ابني لي البيت يا رب، تعالى ابني لي بيتي تاني بمبادئك وقيمك والمورلز الاخلاقيات، تبقى في بيتي وتبقى في باب نقدر، ورجع لنا السلطان تاني، رجع تاني السلطان للأب والأم. ما هو لو الابن تحت سلطان والراجل، لو الأب تحت السلطان ياخد السلطان من فوق يمارسه على أولاده، لكن لو الأب مش تحت السلطان ما يقدرش يتحكم في أولاده لأنه فاقد السلطان. الرجل بتاع الضابط ده اللي قال للرب أنا فاهم أنا مرتب تحت السلطان، ولي سلطان أنا أقول لهذا اذهب فاذهب وهذا يأتي فيأتي، أنا عارف حكاية السلطان. انت قول كلمة لان انت كنت انت صاحب السلطان الاعظم ده. الراجل كده، والرب قال عنه لم ارى في كل اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. الراجل اللي فاهم السلطان رجع سلطان يا رب للاباء والاولاد، للاباء والامهات تاني على اولادهم، وابن البيوت احميها من عندك، احمي البيوت. احنا نسينا، احنا عملنا شقة، احنا عملنا دوبلكسات وتريبلكسات وعملنا فلل ونسينا ان احنا نعمل بيوت للمسيح. لم تبني أنت البيت تضيع جهود البنائين، إن لم تغرس أنت الكرم يخيب رجاء الكرامين، فلتتفضل أنت وتبني بيتك هذا وتعلي، واذكر هذا الشعب الساجد كي تحفظه وتنقي، واجعل هذا البيت منارا يهدي ويرشد من يأتي، واملا بيتك هذا سكيبا تعلن مجد جلالك فيه، فلتتفضل أنت وتبني بيتك هذا، واذكر هذا الشعب الساجد كي تحفظه وتنقيه، واجعل هذا البيت منارا يهدي ويرشد من يأتي، ولا بيتك هذا سكيبا تعلن مجد جلالك فيه. يا رب البيت وصالح الولاد على الأباء، وصالح الأباء على الأولاد، وصالح الزوجات على الأزواج. يا رب يا رب أنت المصالح، أنت صلحتنا مع السماء، رب يسوع صلحنا مع السماء، وطلب منا أن احنا نصالح بعضنا البعض ونغفر بعضنا البعض. يا رب استرد العلاقات يا رب في البيوت المكسرة، يا رب
يا رب. وإن كانت إحصاءات الكورونا بتعلى، لكن إن وطي إحصاءات الانفصالات والطلاق، يبقى أنت أخرجت من الجافي حلاوة، يبقى أنت أخرجت من الآكل أكلا، يبقى أنت حولت كل الأمور الشريرة إلى خير. إن كورونا زادت لكن البيوت اتلمت، نشكرك، ده عملك، عملك اللي محدش يتوقعك، الغير مستطاع عند الناس. اشفي البيوت يا رب، اشفي بيوت والعلاقات المكسرة، عشان خاطر المسيح اللي بذل دمه علشان احنا نصالح بعض، وعشان احنا نقبل بعض زي ما صلحتنا مع الآب السماوي نصالح بعضنا. يا رب اشفي البيوت المكسرة في هذه الأيام، وتبقى فيها بيوت فيها دفء وحب حقيقي. برجع عن كل إله عبدته معاك، بعلم سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدته معاك، بعلم سلطانك على قلبي الوحدك، روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. على رب يسوع، انا هو الطريق والحق والحياة. بيوت محمية بحضورك، بيوت ما فيهاش آلهة أخرى اسمها الذات والأنانية اللي بتكسر الناس. أما صلي الطلبة البيوت، بعد كده هنصلي للعالم كله، بس الطلبة الأخيرة البيوت. يا رب كلمتك فعلا تملى بيوتنا، كلمة الحق تملى بيوتنا يا رب، كلمة الحق تملى بيوتنا. ده احنا بنسمع لكل الناس وبنصدق كل الناس، وبنصدق أي كلام يتكتب، وبنصدق المجلات، وبنصدق أي حد، بنصدق الفيسبوك، بنصدق الواتساب، بنصدق كل حاجة، مش بنصدق كلمتك. كلمتك هي 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 الحل، كلمتك هي الحل، كلمة الحياة، الكلمة اللي خارجة من فمك تجسدت فصارت الرب يسوع، والكلمة التي خرجت مكتوبة صارت الكلمة المقدسة. املأ الكلمة المقدسة في بيتنا يا رب، في حياتنا، كلمتك تصحح لنا الطريق، تعلمنا نمشي ازاي، حتى تشيل منا الخوف. كلمتك لو مالت بقلوبنا تشيل منا الخوف والزعر والرعب والهلع اللي احنا عايشين فيه. كلمتك تملى بيوتنا يا رب، كلمتك تملى بيوتنا. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك صادق. يلا قول تاني. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك صاران. ما هو انت رب ومش انسان، تقول وتوفي وليك سلطان، صادق امين مش هقبل شك اصلك.
موجود يا رب بنترجاك ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم اللي استناك موجود يا رب بنترجاك إلهي حي بنستناك أمين. صلاتنا الأخيرة هنرفعها بقلب مع كل المتألمين وحتى مع البلاد اللي تجاهلت وجودك يا رب لسنين طويلة، لكن احنا مش بندين ولا بنشمت ولا بنعاقب، احنا ما مش احنا اللي بنقول ادي عقابك. ما ينفعش حتى نفسر ان اللي بيحصل فيهم ده علشان هم سابوك، ما ينفعش. احنا بنتألم لآلامهم. ايطاليا يا رب والارقام، اوقف الارقام دي يا رب. يا رب الناس هناك في الطب يقول فقدنا، مش عارفين نعمل حاجة، مفيش، هم عايزين السماء تتدخل. يا رب يا إله السماء اتدخل يا رب، اوقف سلسلة الموت يا رب في إيطاليا وأسبانيا. إنجلترا بيقولوا احنا الأرقام هتعلى، انت تقدر توقف، انت لا تصر بموت الشرير، انت لا تصر بموت أي إنسان. هذا الموت ناتج من رئيس الموت، من الشيطان. الموت مش منك، انت إله الحياة، انت إله الحياة. وسبب التجسد انك مرة اخرى تبيد ذاك الذي له سلطان الموت، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، عن يسوع اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت، بموته هو الشخصي، ذاك الذي له سلطان الموت اللي هو إبليس، ويعتق ويعتق ويحرر ويحرر ويعتق أولئك اللي هم احنا الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل أيام حياتهم تحت العبودية. يا رب المس القلوب دي التعبانة وتدخل في أوروبا. يا رب تدخل في أوروبا. ما ينفعش نكون بنقول احمين احنا في مصر وتسيب أوروبا. يا رب يا رب تدخل في إيران. إيران فيها موت. يا رب تدخل في إيران، تدخل في العالم العربي اللي كل يوم بنسمع فيه، تدخل في كل حتة. يا رب أنت صاحب السلطان، أنت ليك المسكونة وكل ما فيها دي بتاعتك أنت، والناس دي كلها أولادك أنت، كل البشر دي أولادك، واللي بيموت منهم حتى ما يعرفكش برضو ابنك بيكون في عليه حزن في السماء إنه بيموت وبيهلك. يا رب من فضلك وقف الموت، وقف الموت، أنت إله الحياة، وقف الموت. وبنقف مع كل البلاد اللي بتعاني وداوي الجروح، انت سيدنا الرب، واظهر ذاتك واكشف عن عيون الناس فتشوف ان في نور، في نور، في نور، مش الحاسة دي ملغية، في نور. يا رب تعال على العالم، تعال على العالم، واظهر ذاتك، واظهر قوتك، وقف، وقف الموت ده، وقف الموت بسلطان. امر كما أمرت. مرة قلت كده في البداية، كانت الأرض خريبة، ولا أعتقد أن الأرض خريبة زي المنظر ده، كانت الأرض خريبة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه، قال الله ليكن نور فكان نور. والأرض خريبة وتحتاج إلى كلمة من عندك، نور يا رب في هذه الأيام، نور عشان العالم ده يفوق ويخف ويشفى ويطلع من تحت تأثير رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. انت النور مجدك ماله حد، والسجود لك وكل المجد لك تسبيح املا كل الارض زي ما الميه تغطي البحور. انت النور لك سلطان تطبق المرموح حر، والايدين شق البحر والأفلاك تخضع لك بالأمر، والملوك تسجد لك والأكوان لك سلطان. كلامك سنين وأجيال مش هيزول، سلطانك بيعدي حدود هللويا، مش بتتغير وثابت على طول، قلب الحزن بالسرور. انت النور كلامك سنين واجيال مش هيزول، سلطانك بيعدي حدود المعقول، ومش بتتغير ثابت على طول، قلب الحزن تبدله بسرور. انت هللويا. احنا بنشكر ربنا من اجل كلمته لينا والوقت اللي قضيناه مع بعض.
إعلان مهم جدا إن بكرة بالليل يوم الاثنين مفيش اجتماع صلاة من 7 لـ 9، إنما إحنا بنستعيد عن اجتماع الصلاة ده إن كل يوم بنتقابل معاكم الساعة 5 من 5 لـ 5:30 بنصلي مع بعض. ربنا حط على قلب الكنيسة وعلى قلب لجنة الصلاة إن الوقت اللي جاي ده نقعد قدام ربنا فعلا. وأخذنا شعار كده الوقت اللي جاي بوز، يعني استريح، أقف قدام ربنا، راجع حساباتك، عيد مرة تانية حساباتك في علاقتك مع ربنا وعلاقتك مع البيت زي ما سمعنا النهاردة مع دكتور شادي. ونصلي كمان لأي حد متألم وبعيد عن ربنا. فنشجعكم كل يوم الاثنين والثلاث والأربع والخميس هنصلي مع بعض كلنا أونلاين من الساعة 5 بعد الظهر للساعة 5:30. نشجع أكبر عددنا نتحد ونحن نصلي لإلهنا. هنفسي نقول ترنيمة أخيرة، ممكن نقول يا إله السلام مرة تانية عشان عجبتني، مش عشان أي حاجة تانية. خلينا نقول فعلا، نصلي الصلاة دي: يا رئيس السلام، يا ملك السلام، أعطنا سلامك في الوقت دوت، وأن نقدر نسبحه في الوقت الصعب دوت. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستنى تعالى ولدي الحيارة، واللي تايه في الضلال عاش مليل زرنا زيارة، إلى ما تخطر على البال حط إيدك علينا، صالحنا يا فدينا مع الله، وخلينا في سلام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، العواصف هيجي علينا، رسينا البر الأمان، ناس كتير تعبانين في المرض متوجعين، بتقول هو الرب فين في الآلام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أمرنا بسلامك. يا الشعوب الحرب عاني زمن، قال لي في الامان، والكروب حوالينا زادت فوضى في كل مكان. اطرح عنا كل خوف، طمنا عايزين نشوف شخصك في كل الظروف يا حنان. إبليس عدو كل خير، ردها ودمع سلامها، طمنك. قولها تاني من كل قلبك: البيوت اللي قسمها إبليس عدو كل خير، ضمها ورجع سلامها، طمنك وحدك لا غير. تعالى واشفي القلوب بالجروح وبالعيوب، والبعيد خلي يثوب بالإيمان. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، نتملي بسلام سلام و
أعظم اسم المسيح والتهليل يعلى له تاني مع الشكر والتسبيح هي لي العلامة ذبايح السلامة ما في شاني ملامة مهما من غير مزيكا أقول معايا يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام أغمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام بنستناك يا رب نشكرك من أجل سلامك بنشكرك من أجل سلامك الذي يفوق كل عقل أيها يا رب سلامك يفوق كل عقولنا وكل تفكيرنا وكل أذهاننا يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع يا رب بنصلي من أجل كل أم وأب بيتفرجوا علينا في الشاشة احفظهم في سلامك يا رب بنصلي من أجل كل شخص قاعد يمكن لوحده في البيت ويمكن بسبب يا رب الوضع اللي احنا فيه ده بقى قاعد لوحده خالص في البيت يا رب أنت تيجي وتكون معاه وتمسك إيده وتشدده في اسم يسوع يا رب بنحبك نفرح بإلهنا نبتهج برئيس السلام ورئيس خلاصنا يسوع المسيح يا رب فعلا ممتنين ليك جدا من أجل أن أنت حاطت إيدك على كل واحد فينا وبتملانا بفرحك أيوة يا رب بنشكرك في كل حين في كل حين في الحلوة وفي المرة يا رب في الظروف الصعبة والوقت السهل بنشكرك مبارك اسمك إلى الأبد ونيجي نصلي ليك زي ما انت علمتنا ونقول لك أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم من الآن وإلى الأبد آمين.